وطريق القطب الجنوبي حطت رحالها في دبي. ففي تجربة مميزة ولأول مرة في الشرق الأوسط، احتضن سكي دبي مجموعة مميزة من البطاريق لإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف إليها عن كثب والتواصل واللعب مع هذه الطيور التي يصعب رؤيتها في أي وقت. هاي البطاريق هم الجيل الثاني من البطاريق اللي متربية في أيدي البشر، فأباء البطاريق هذه هم بعد متربين في إيد البشر، فمتعودين أن يتفاعلون مع البشر بشكل طبيعي. عشرون بطريقا تعد جزءا من برنامج تنشئة البطاريق متعددة الأجيال الذي يرعاه العلماء بمؤسسة عالم البحار في ولاية تكساس الأمريكية. تم إحضارها بطريقة خاصة إلى دبي أشرف عليها مدربون محترفون. تحب هذه البطاريق تناول الأسماك، حيث نقدم لها أنواعا خاصة قريبة للسردين تجلب خصيصا من كندا، ويزورها طبيب بيطري بصفة منتظمة لفحصها. وهناك مجموعة مؤلفة من 13 شخصا للعناية بها، وهي تعيش في مكان خاص يماثل بيئتها الطبيعية القطبية. هذه البطاريق تجوب في مسيرة يومية في مختلف أرجاء المنتجع الثلجي بأجوائه الباردة وبدرجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى ما دون الصفر، لتشكل تجربة لا تنسى لكل أفراد العائلة. ربما لم تعد هناك حاجة بعد اليوم لزيارة الطرف الآخر من العالم، لأن هذه البطاريق ستصبح جزءاً من هذا المنتجع الثلجي. هبة صنع الله، العربية، دبي.